عايزين في البداية كده نعرف السادة المشاهدين معنى المستودع الاستراتيجي، ايه المقصود بيه واهم تفاصيله وملامحه يا فندم؟ طبعا يا فندم، الاستمرار لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تمت الصنع. قام معالي الوزير الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بوضع حجر الأساس للمخزن الاستراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة زي ما حضراتكم قلت 10 أفدنة باستثمارات تتعدى ال 1.5 مليار جنيه. المصنع طبعا المخزن تابع لشركة الفيوم للمخازن والمستودعات الاستراتيجية، وشركة أوراسكوم هي الشركة المنفذة كبرى الشركات الهندسية. تنفيذ إن شاء الله لمدة 18 شهر بإذن الله، واستشاري المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية في الكلية الفنية العسكرية. الهدف طبعا من انشاء المشروع يا فندم زياده الاحتياط الاستراتيجي من السلع الاساسيه، السلع التموينيه تصرف البطاقه التموينيه والسلع الاستراتيجيه الاساسيه للمواطن، والمخزن ده هيخدم المحافظات المجاوره على اساس تتامن احتياجات الاستراتيجيه من السلع الاساسيه المحافظات المجاوره الجيزه، الفيوم، بني سويف، المنيا. والهدف كمان تقليل الفاقد والهالك من هذه السلع، زي ما كان الصوامع الشوان كانت زمان القمح كان بيبقى فيه فقد وهدر كتير، صحيح. المخازن ده ان شاء الله ما فيش اي فاقد ولا هالك، بالاضافه الى تقليل حلقات التداول بيؤدي الى طبعا خفض عمليه الاسعار ورفع كفاءه يا فندم المخزون السلعي من خلال ربط الكتروني كامل بين المخازن والمستودعات ان شاء الله لتحقيق اهداف التنميه المستدامه ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد. أو قبل ما نتكلم عن تفاصيل التصميم وإنشاء المشروع، عايزين نقول إن دي المرحلة الثانية، أو بإنشاء هذا المشروع، بإنشاء مشروع الفيوم يكون دي قفلنا المرحلة الأولى وثلاث مستودعات غذائية موجودة ومختلفة في مختلف المحافظات. لو نتكلم عن أصلا الهدف من إنشاء هذه المشروعات والمستودعات ومستودع الفيوم بصفة خاصة. هو طبعا الهدف من الأساس هو تم اختيار الأماكن فندم بالنسبة لضبط المنظومة التموينية على أساس أن احنا بيتم اختيار المكان ده سواء بالقرب من المناطق اللي فيها المواني والسلع المستوردة أو محيط المنطقة الصناعية المنتجة لهذه السلع. تم تحديد يمكن المرحلة الأولى كانت السويس وكان الأقصر والفيوم. إن شاء الله رب العالمين هتتم في خلال 18 شهر بإذن الله. الهدف تقليل الفقد والهالك على أساس إن ما يبقاش في أي نسبة من الهالك، وتقليل حلقات التداول طبعا من مخزن لمخزن لمخزن. الكلام ده كله بيأثر، ووسائل النقل بيأثر على الأسعار. إن شاء الله هيبقى في تخفيض في الأسعار وتوفير السلع بسهولة لجميع المحافظات المجاورة.